بإيه طقس العرب في السعودية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود غبار خفيف في عموم العاصمة، 27 درجة مئوية، الملموسة 26، الرطوبة منخفضة حوالي 34%، والرياح تكون معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأها شمالا، سكاكا طقس صافي 33 ل 24 درجة، عرعر 31 ل 21، وتبوك 35 ل 22. المنطقة الغربية المدينة المنورة فرصة لزخات رعدية من الأمطار 40 ل 26، جدة طقس صافي 37 ل 27، مكة المكرمة 42 ل 31، أما الطائف 31 ل 21. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، أبها تسجل 28 ل 17، الباحة 27 ل 21، وجازان 34 ل 32، مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار في عموم المرتفعات الجنوبية الغربية. المنطقة الشرقية، الدمام 36 ل 27، حفر الباطن 36 ل 25، الإحساء 40 ل 28. ننتقل الآن للمنطقة الوسطى، نبدأ بالعاصمة الرياض 39 ل 26، مع تفرق لبعض الغيوم العالية، بريدة 36 ل 23، وحائل 34 ل 24. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.